أنا آسفة. آسفة على شو؟ آسفة لأنك طولت كتير بالحمام أو لأنك عم تضايقيني من أول ما فقتي؟ ولا واحدة منهم، على نقطة المي اللي إجت من شعري على وشك. على شو عم تطلع؟ ولا شي. يعني ممنوع اطلع كمان؟ نحن عايشين بنفس الغرفة. لك إذا بروح على هاي الجهة بتكوني بوشي، وإذا بروح على تاني جهة بترجعي بتطلعي بوشي كمان مرة. بتعرفي شو رأيي؟ أنت لبقى تطلعي بوشي مكان ما بكون عم بتطلع. فيبور؟ معقول أنت تتضايق إذا طلعت بوشك؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.